بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله ماتش مصر وجنوب أفريقيا يوم السبت، وطبعا بالأداء اللي عمله منتخب مصر في دور المجموعات. منتخب مصر للأسف مش محتاج تحليل ومش محتاج تشجيع، والله ولا محتاجة تلعب. منتخب مصر محتاج الدعاء، فلا يسعنا إلا أن نرفع أيدينا إلى السماء وندعو إلى الله. اللهم قوي دفاعنا، آمين. اللهم سرع وينجنا، آمين. اللهم أحسن انتشارنا، آمين. اللهم فوق محمد صلاح عشان نايم بقاله كتير، أو النبي يا أخويا، آمين. اللهم اجعل أسستات تريزيجيه سهما صائبا يرشق فيهم. اللهم اجعل محمد الشناوي سدا منيعا، آمين. اللهم اجعل طارق حامد لعيبا فزيعا. اللهم ارجع وردة الى رشدي، او النبي. اللهم ارجع وردة الى رشدي، اي يا عم. اللهم ارجع وردة الى رشدي، اي والله. ربنا يرزق بنت الحلال اللي تفك له زنقته. اللهم ارجع جنش من اصابتي، امين. اللهم ارجع عبد الله السعيد الى الاسماعيلي عشان كفايه كده، او لا عشان ما بقاش لي فيها خالص. اللهم نني نني، اي نني. اللهم ان كان مروان محسن يريد بنا خيرا وافقه إلى كل خير، آمين. وإن كان يريد بنا شرا فاجعل كيده في نحره. اللهم بعد عننا الإصابات والإنذارات، آمين. اللهم لا تجعل الماتش اللي جاي زي اللي فات، أو النبي يا أخويا، آمين. اللهم خلخل وشتت دفاعهم تشتيتا، آمين. اللهم وسع عرضتهم كوسع البحر، آمين. اللهم اخشي بصرهم عن مرمانا، ربنا يحولهم بحق جاه النبي. اللهم شل هجومه، آمين. اللهم شل هجومه، اللهم شل هجومه، اللهم شل عبوه. اللهم اجعل خط وسطهم كوسط البلد زحمه ومش عارفين يمشوا ويتحركوا، ما يبقوش عارفين يروحوا فين كده. اللهم اوقعهم في الاوفسايد، او في التسلل، شوف انت. اللهم اوقعهم في الاوفسايد. واخر دعوانا ان الحمد لله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله. الهي يا رب الاتوبيس يتقلب بيهم قبل ما يجوا الاستاد.